أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار اليوم. عملت الدولة على مدار 10 سنوات على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت البطالة في الانخفاض تدريجيا منذ 2014 بدعم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة وزيادة التدفقات الاستثمارية، ده إلى جانب تعزيز وضع المشروعات القومية مما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وتراجعت من 11.85% عام 2011 و 13.15% عام 2013 حتى 7.44% في عام 2021. تباطأت خلال الربع الأخير من عام 2023 إلى 7.1% مقارنة ب 7.2% خلال الربع الأخير من عام 2022. حول نجاح الدولة في خفض معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة بيدور حديثنا النهاردة في حوار اليوم مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. منورنا دايما. الله يسلمك. شكرا. هستأذن حضرتك نتابع هذا التقرير ومن بعده نبدأ الحوار. في الوقت الذي تلقي فيه العالمي، عكفت الدولة المصرية على وضع البرامج القومية لمواجهة البطالة إدراكا منها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المتشابكة مع تلك القضية. ومع اهتمام الدولة بملف البطالة، فقد تراجعت المعدلات من 11.85% عام 2011 و 13.15% عام 2013 حتى 7.44% في عام 2021. وتباطأت خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 7.1% مقارنة ب 7.2% خلال الربع الأخير من عام 2022. وكان أحد أهم أسباب خفض معدلات البطالة المشروعات القومية كثيفة العمالة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتوسع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار مع الاهتمام بإقرار إصلاحات في البنية التشريعية والقانونية وتوفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة معدلات تشغيل الشباب، فضلا عن تطوير المهارات البشرية من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي وربط سياسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية والفعلية لسوق العمل، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم المختلفة، وذلك في إطار مستهدفات الجمهورية الجديدة للتحول إلى اقتصاد مرن ومستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. مرحبا بكم من جديد. ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. بداية كده دكتور، يعني عايزة من حضرتك تعريف لماهية البطالة وكيف يتم قياسها. ممتاز. نقطة البداية أن نسبة البطالة دي 7% هي 7% من القوى العاملة وليس من عدد السكان. نعم، دي نقطة مهمة جدا. يعني لما بقول أن نسبة البطالة 7% يبقى 7% من القوى العاملة، وليس القوى العاملة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي 30 مليون اللي هم في سن معين في القوى العاملة في مصر، اللي هي تتراوح من 18 سنة إلى 60 سنة وليسوا داخل منظومة التعليم، مش طلبة. نعم. ما طلبة الجامعة. نعم. وطلبة. نعم. المدارس وطلبة كذا قد يكونوا داخل هذا الإطار لكن لا يحسبوا من القوى العاملة. يبقى أنا عندي الوقت في قطاع التعليم حوالي 30 مليون، ولكن القوى العاملة في مصر اللي يتراوح سنها من 18 سنة إلى 60 سنة خارج إطار المنظومة التعليمية 30 مليون، وبالتالي بتقاس
نسبة البطالة 7% من القوى العاملة. يطلع عدد يعني اللي واخدين صفة بطالة حوالي 2.5 أو 3 مليون، وهذا رقم معقول. طيب من هو البطالة ده؟ مين هو؟ إيه مواصفاته بعد؟ احنا عندنا 4 تصنيفات. نعم. التصنيف الأول فئة من الناس خرجت إلى سوق العمل وهي مؤهلة ومستعدة ولديها الكفاءة والقدرة والعلم للعمل، لكنه يبحث عن فرصة العمل فلا يجدها. دي بطالة حقيقية. نعم. هناك فئة تانية خرجت إلى سوق العمل ولكنها غير مؤهلة وغير مدربة، وينقصوا الكثير من التدريب وتنمية المهارات ليصبح فعلا قابل للعمل، وربما هذا الصنف يجد فرص عمل لكنها لا تقبله حيث انه غير مؤهل للعمل. الفئة الثالثة ودي مهمة جدا، وهي البطالة المقابلة للعمالة الموسمية. عندي عمالة موسمية ويقابلها بطالة موسمية، يعني ناس حياتها اتبرمجت على في موسم مثلا كذا جني القطن، في موسم كذا القمح، في موسم المانجا جني ثمار المانجا. نعم. فده عمالة موسمية، وفي نفس الوقت احيانا يصنف على انه بطالة موسمية. النوع الاخير وده موجود في مصر، وهي بطالة اختيارية. يعني فئة من الناس نتيجة ظروف معينة، هو وارث لأرض لعقار لأموال معينة، فيعني استرخى. البطالة التي تهمنا واللي تسعى الدولة للقضاء عليها هي الفئة الأولى اللي هي لديها استعداد العمل المؤهلة ولكنها تبحث عن فرصة عمل، والتانية. نعم. التانية بتعمل معها إجراء قبل التعيين وهي تنمية المهارات والتدريب. يعني هتطرق لهذه النقطة بالتفصيل شوية، لكن عايزة قبل ما نتكلم عليها عايزة أتكلم عن الخمس مراصد لسوق العمل اللي أنشأتها الدولة. ما هي هذه المراصد؟ ده نوع مهم جدا. الموضوع ده مهم جدا. ليه بقى؟ لأن أحد عيوبنا احنا كسوق مصرية هي عدم توفر البيانات والمعلومات الداتابيس اللي هي ثروتنا، الثروة الحقيقية حاليا، لدرجة ان احنا مثلا يخرج الى سوق العمل سنويا ما يقرب من مليون، يعني كل سنة بيخرج لسوق العمل سواء خريج جامعات او معاهد او مدارس او حتى ناس عاديين بيخرجوا مليون. نحن لا يمكن ان احنا نعرف اين ذهب هذا المليون ما دام لم يرتبط بعمل حكومي او بعمل رسمي وتم التأمين عليه. يعني نقطة القياس عندنا فقط هي التأمينات الاجتماعية، هي اللي بتقيس ده اشتغل ولا ما اشتغلش، صح؟ وهذا غير دقيق. فهناك الكثير جدا من الاعمال الحرة والتسويق والبيع، ويعني في اعمال كثيرة جدا يمكن ان يكون داخل سوق العمل وبيؤدي عمل لكنه غير مقيس لانه مش متشاف. وبالتالي هذه المراصد ستقيس العمل داخل المجتمع، من هي الفئة فعلا، ماهيتها ايه الاول يا دكتور كده عرفنا عليها، ايه هي هذه المراصد وبتشتغل على ايه بالظبط؟ نعم. هي دي مراكز تتبع لوزارة القوى العاملة. وزارة القوى العاملة بتسعى جاهدة لتوفير فرص عمل سواء في الداخل او في الخارج. نعم. لكن هي ليس لديها بيانات كافية عن الخارجين او الداخلين في سوق العمل. هي ما عندهاش البيانات الكافية. فقالت لا احنا نعمل مرصد نقيس مثلا عدد الخريجين من الجامعة، ثم عدد الخريجين من المدارس الفنية، ثم نوعية هؤلاء الخريجين ده طب ده هندسة ده تجارة ده زراعة، ثم نقيس ما هي المنشآت التي تم إنشائها بموجب الهيئة العامة للاستثمار. يعني شوفي المعلومات دي كلها هيوصل لنتيجة إن البطالة الحقيقية اللي عندنا كذا، وتحليلها فنيا كذا عمالة فنية كذا عمالة إدارية كذا، ثم يقيس ما هي الفرص المتاحة في المجتمع. كيف يتم قياس الفرص المتاحة في المجتمع؟ لو واحد أنشأ شركة غالبا هو بيكتب بيانات للشركة بيقول إن رأس ماله كذا وعدد العمالة التي يحتاجها كذا وهذه العمالة نوعيتها كذا كذا كذا. عندما تقوم الدولة بتخصيص مثلا مناطق صناعية مرفقة ويقوم رجال الأعمال بشراء أو استئجار هذه المناطق، إذا كانت هذا المصنع للغزل والنسج طبيعي احتياجاته تكون إيه؟ من أول المهندسين والعمال ذات طبيعة معينة. فالمرصد ده اعتبريه وحدة قياس وتحليل وكذا لسوق العمل، وبالتالي نستطيع أن احنا نخطط هو احنا محتاجين إيه عشان نحل مشكلة البطالة. فهذا شيء كويس يعني.
طيب هدخل على الجزئية الثانية واللي هي حضرتك ذكرت الفئة الثانية اللي هي في حاجة لتدريب وتطوير مهارات. الدولة أيضا يعني بتعمل الآن على تطوير مراكز التدريب. بتعمل على وضع 36 منهج تدريبي. إيه اللي بيحصل وإزاي هي بتصل لهذه الفئة؟ طبعا احنا عندنا كان عندنا مشكلة غريبة جدا. ان تنشأ مصانع متخصصة يعني مصنع للغزل والنسج، مصنع للسيارات، مصنع لكذا، ثم يقوم بعمل اعلانات باحتياجاته لفئات معينة مدربة في هذا التخصص. فتكون النتيجة ان مفيش، ان مش موجود. يعني عندنا نسبة بطالة وعندنا عدد كبير، ثم تنشأ مصانع ووحدات كبيرة انتاجية. ثم فكانت فكرة الدولة حاجتين في هذا الاتجاه. الاتجاه الاول انها تنشئ مراكز تدريب لتنمية ورفع كفاءة الافراد في مجال الكمبيوتر، في مجال اللغة الانجليزية، في مجال الاكسل والوورد والفوتوشوب والاوتوكاد، وحاجات اشياء كثيرة جدا متعلقة برفع كفاءة الافراد. وفي نفس الوقت الدولة دعمت وبشدة فكرة المدارس النوعية المتخصصة الحرفية. فأصبح الفكرة دي حديثة، ليست ما كانتش موجودة زمان، كانت موجودة على نطاق ضيق، نطاق ضيق الإيطالي. كويس، كان موجود في شبرا. انما الان هناك مجموعه كبيره جدا من المدارس الفنيه المرتبطه بالمصانع، المرتبطه بالمصانع التي تخرج ناس مباشرة يدخلون في العملية الانتاجية. يعني لما اقول مثلا مدرسة للغزل والنسج على طول هو مرتبط بمصانع الغزل. لو انا اقول مصانع السكة الحديد والطاقة الذرية والضبعة مثلا كده، فانشئت حوالي 15 نوع من المدارس هي بتخدم مباشرة كيف نخرج ناس مؤهلين تأهيلا كبيرا للعمل في هذا المجال بدل هذا العكس. غير التدريب وتنمية المهارات الحرة. يعني أنا ممكن أتعلم الكمبيوتر. طب معلش بس أنا عايزة أتوقف عند هذه الجزئية. هل هي بتكون تبع يعني مبادرات تبع مصانع ورجال أعمال بشكل يعني معين، ولا هي تابعة لوزارة التربية يعني والتعليم والتأهيل؟ هو كله لازم يتبع التربية والتعليم. يعني أي عملية تعليمية، أي عملية تعليمية لابد أن تتبع وزارة التربية والتعليم من ناحية الترخيص والإدارة والرسوم والمناهج وكل ده، ده شيء طبيعي. لكن تبعتها احنا عندنا جامعة في أكتوبر تتبع مصنع كبير جدا ومعروفة يعني، وعندنا مجموعة مدارس المتخصصة زي ما قلت حضرتك، يعني مصنع مدرسة السيارات تتبع مصنع للسيارات ومعروف واسمه معروف. مصنع الملابس معروف ويتبع يعني جهة معينة. مصنع السجاد هو معروف ويتبع مين. الدخول فيه اختياري وتبع التنسيق، يعني بعد الإعدادية لك حرية الاختيار انك تدخل ثانوي عام او ندخل المدارس المتخصصة. وكانت لستة طويلة فيها عدد من مبهر يعني حقيقة. والجميل بعد الاعدادية دي ان هو مباشرة بعد التخرج على طول بيجد فرصة العمل، ودي حاجة مش موجودة في الثانوية العامة. هي بعد الاعدادية ومن بعدها يقدر يكمل بعديها للجامعة بتخصص. مبارك كل اللي هي كانت في اكتوبر موجودة كده يعني. كل هذه المدارس النوعية يمكن ان يكمل دراسات تكملية معاهد متوسطة او كلية الهندسة بشرط طبعا الحصول على 70%. ويعني لا اجراء. اللي انا عايز اقوله ايه بقى، ان فكره التدريب وتنميه المهارات تسير في اتجاهين. في تدريب وتنميه مهارات عن طريق مراكز تدريب وتنميه المهارات الحره، وعن طريق الصندوق الاجتماعي للتنميه. وفي اتجاه قوي جدا ان احنا نعمل منشآت تعليميه متخصصه بتصب مباشره في خدمه المصانع وتصب في خدمه المجتمع بصفه عامه. وبالتالي طب احنا يعني كده بنتكلم على اجيال قادمه وطلبه وكده، ولا الاهتمام بمن هم قائمون على الصناعات حاليا واللي هي الفئه الثانيه اللي حضرتك ذكرتها اللي غير مؤهله؟ خلينا نتكلم على فئه عمريه ثلاثينات اربعينات فيما فوق مثلا. هؤلاء خرجوا تخرجوا من الجامعات من الكذا، لكن بينطبق عليهم الموسمي والغير مؤهل وهي برضو لا هو ده ممكن يكونوا مؤهلين لكن غير مدربين اطلاقا لممارسه الحياه العمليه. انا هدي لحضرتك مثلا، لو خرج خريج كليه التجاره
هل هو يستطيع في اليوم الثاني ان هو يدخل يعمل كذا؟ لا، هناك صعوبة. حتى كلية الحقوق، حتى كلية الهندسة، حتى يعني حتى كلية الطب العملي ما يسمى بالسنة التمهيدية لانه يتدرب عشان يدخل وهكذا. وبالتالي الدولة دخلت هنا وجدت فئة من الناس وفئة من المجتمع وهي صالحة للعمل، لكن هي غير مؤهلة فنيا، فكانت مراكز للتدريب، ومركز التدريب موجودة خاصة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووزارة القوى العاملة لها موقع على الانترنت بيعرض الدورات التدريبية وبيعرض حتى فرص العمل اللي الناس تقدم لها. بس طبعا ارجع اول مرة تانية ان ثقافة النت وثقافة الكمبيوتر ليست يعني عند الناس جميعا، وبالتالي محتاجين نعرف الناس ان اذا كنت تبحث عن عمل ادخل على الموقع بتاع وزارة الصناعة، هتلاقي فرص عمل متاحة باعداد معينة، فئات معينة يقدم فيها. ينقصنا الوعي. الوعي والمعرفة طبعا. الوعي والمعرفة. طب دلوقتي عايزين نربط بقى عشان نختصر يعني اللي حضرتك ذكرته ده، ان دور المرصد هو ترجمة قاعدة البيانات للوصول لتنسيق ما بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ومين ايضا ووزارة التخطيط. طبعا. ازاي هذا جداً. التكامل اللي احنا بقينا دلوقتي في عصر الرقمنة زي ما بنقوله، ازاي ده سهل يعني هذا الاتجاه اللي بتسعى ليه الدولة واللي يعني implemented طبقته بالفعل. كمان عندنا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. لا حضرتك يعني قولي بقى هذه العلاقات. حضرتك كلمني عن ده بالتفصيل. كل دولة يعني معنيين بهذا الموضوع. ازاي بتمشي العملية يعني البروسس بتمشي ازاي؟ هو طبعا يعني الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عنده مصادر داتا، منها الداتا اللي بيحصل، البيانات اللي بيحصل عليها عن طريق السوق، يعني هو بيوظف ناس موظفين مؤقتين ينزلوا ويعملوا حصر للبيوت والعدد السكان والمؤهلين والعاملين والعاطلين، ده مصدر. المصدر الثاني الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عندها عدد المؤمن عليهم وبالتالي اللي يعملون سواء العاملين في الحكومة أو العاملين في القطاع الخاص. وزارة القوى العاملة يهمها جدا فكرة البحث عن فرص عمل خارج مصر وعن داخل مصر. وزارة التخطيط ده، ما التخطيط ده كل حاجة، ده التخطيط ده أهم حاجة. السؤال بقى هل هناك تنسيق وربط بين الجهات دي؟ يعني أظن بعد شوية هيبقى فيه لما يعني موضوع الرقمنة والحاجات دي يتطور هيبقى أوتوماتيك كل الحاجات دي يعني، وكل ده بقى ليه مجالس متكاملة يبقى فيه نوع من التنسيق والترابط بينهم. إنما يعني حتى الآن يعني أظن إن كل جهة بتعمل وتطلع تقريره، يمكن كل جهة أن تستفيد بالتقرير الأخرى. يعني لو قلنا جهاز مثلا جهاز المشروعات الصغيرة ما بيقدم تقرير، والتقرير دي كويسة جدا في فكرة إيه؟ هو كم رجالة وكم ستات والفئة العمرية وحجم المشروعات والدراسات اللي بيحتاجوها. فكل الداتا دي موجودة على كل المواقع الرسمية لهذه الوزارات، ويمكن الوزارة الأخرى أن تستفيد بها. هل في يعني نوع من التنسيق والتكامل؟ أنا مع الوقت هيحصل يعني، والله بحكم يعني استضافتي لعدد من العلماء والخبراء زي حضرتك هناك تنسيق قائم بالفعل، ده من ضمن سياسة الدولة الحالية. وده ياخدني لجزئية تانية هامة، ان كل اللي احنا كلمنا فيه ده لن يكتمل ولن يكون محققا على أرض الواقع دونما مشروعات قومية كبيرة، منشآت صناعية، مدن جديدة. كيف ترى هذه الطفرة التي تحدث على أرض مصر حاليا؟ هذا أمر أولا العمالة دي عملية مستمرة وعجلة تدور. ناخدها واحدة واحدة يا دكتور بعد إذنك. يعني خلينا نبدأ بالمدن الجديدة وتركيبتها بظاهرها السكني. زي ما قلنا بيخرج لسوق العمل مليون كل سنة. كويس. هذا المليون متنوع جدا، هذا بالإضافة للعدد الأخرى. كويس. فلما تيجي حاجة زي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لما تبص عليه كويس هتلاقي إيه؟ تقريبا يستوعب كل المهن اللي ممكن تخيلها. يعني لو قلنا مثلا الإنشاء والتعمير، انت عندك ما يخرج من 120 مهنة، النجار والحداد والسباكة والكهرباء، كل هذه المهن تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة. وبالتالي العاصمة الإدارية استوعبت عدد كبير جدا من العمالة،
ورغم انها عماله يعني مؤقته مرتبطه بالمشروع الا ان المشروع خد فتره طويله جدا وضخم جدا وما زال ممتدا وسيستمر الى فترات طويله جدا لاحتياج الى الصيانه اللاحقه، وبالتالي هذا المشروع من المشروعات اللي استوعب نوعيات كثيرة جدا من العمالة. يعني حتى لو خدنا مثلا الطرق فاحنا بناخد نوعين من العمالة، الهندسة والفنيين بتوع الطرق والعمالة اليومية، انما العاصمة الادارية تحديدا احتاجت يعني لا ابالغ زي قلت اكثر من 120 مهنة متخصصة استطاعت ان تستوعبها ولفترة طويلة جدا منذ بدء المشروع وحتى الان ولبكرة. يعني حتى لو تم افتتاح العاصمة الادارية الجديدة ده مش معناه الناس دي كلها تروح اطلاقا، وفي صيانة للكهرباء، في صيانة للطرق، في صيانة وهكذا، وبالتالي استطاع المشروع ده ان يستوعب الحياة برضو نسبة كبيرة جدا من العمالة وكانت بمرتبات مجزية جدا. ثم بعد ذلك وشركات خارجية وجذب استثمارات جداً. يعني معظمها استثمارات خارجية بيزنس استثمارات خارجية وبيع للمصريين ولغير المصريين، يعني هو عمل نوع من الرواج ده. شارك فيها خبرات أجنبية ادت خبرتها للعنصر المصري. شوفي هو كنوع من الإبداع الإبداع الشركات وشركات مقاولات مصرية كبيرة استعانت ببيوت خبرة عالمية بالذات في مجالات معينة. أولا في مجال الشكل الخارجي ده لنقص الخبرة عندنا ولا للمشاركة؟ هو أصل فيه بالذات المعماري المعماري ده يعني انترناشونال شويه وفانتاستيك شويه وفي ناس مبدعه عالميا وده هتلاقيه في الخليج. فهم استعانوا بنوعين الحقيقه، النوع الاولاني في فكره التسويق بطريقه معينه والتسهيلات الفاينانس يعني للمشروعات دي، واستعانوا بالمعماريين خاصه وان الكثير من المنشات ما يسمى بستيل كونستراكشن، واحنا مش ايه يعني الستيل كونستراكشن احنا بدايه فيه المعدنيه المنشآت المعدنيه المنشآت المعدنيه ضخمه جدا موجوده في العاصمه الاداريه، ابراج ضخمه جدا ليها مواصفات معينه اتجاه الريح والاستفاده بالشمس. فالشركات المصريه استفادت بالخبرات الاجنبيه وطبيعي انتقلت هذه الخبرات الى مصر. يبقى في استثمار اجنبي وفي خبرات اجنبيه وفي تشغيل للعماله المصريه. يعني استكمالا لحديث حضرتك معنا على الهاتف الدكتور جمال أبو شنب أستاذ علم الاجتماع السياسي جامعة حلوان، بنرحب بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا. أنا أيضا معايا هنا في الاستوديو دكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، وكنا نتحدث عن الجانب الاقتصادي لمشكلة البطالة، لكن من حضرتك عايزة أركز على ما بذلته الدولة على وضع البرنامج القومي لمواجهة البطالة إدراكا منها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المتشابكة مع تلك القضية. يعني انعكاس ده على الوضع في المجتمع وتغيير شكل المجتمع ايه؟ شوفي هي البطالة هي مشكلة اجتماعية موجودة في كل المجتمعات الإنسانية، ولكن بتختلف من حيث الشكل، من حيث الأسباب والمظاهر اللي هي بتاخدها. فدي البطالة بشكل عام كمشكلة اجتماعية موجودة لها ارتباطات ببعض الأبعاد الأخرى الموجودة. على سبيل المثال زي سياسات التعليم، هل سياسات التعليم اللي هي موجودة في المجتمع المصري بتخدم سوق العمل؟ لازم بعدنا خطط وبرامج تنمية موجودة في الدولة. الدولة هنا بتعمل توازن، إذا كانت سياسات التعليم فيها نوع من التكامل بينها وبين خطط وبرامج التنمية الموجودة في كل المجالات بقى بحيث يخدم التعليم عليها، ده على سبيل المثال. طب لو التعليم بيطلع خريج ذو كفاءة عالية من حيث الايه، مش من حيث العدد، العدد احنا عندنا في مصر ما شاء الله اعداد كبيره جدا في التعليم، ولكن هنا الخريج من حيث الكيف بقى الكيف هنا، هل هو بس جاهز لسوق العمل؟ قد يكون التخصص بتاعه مناسب على سبيل المثال، ولكن ما فيش برامج تدريب وتاهيل، ما فيش دورات تقول ان ايه الخطط والبرامج الموجوده في المجتمع. الحقيقه انا شفت بعض الدلالات وده اللي بيحصل دلوقتي من خلال اللي احنا كنا بنتكلم عليه مع ضيفي دكتور احمد هارون دلوقتي، ان بقى في مركز رصد البطاله، مراكز التدريب،
يعني هناك خطوات تم اتخاذها بالفعل. ده مهم الحقيقة جدا، وأنا شايف إن حتى في الجامعات بدأت تعمل دورات تدريبية وبرامج تثقيفية للشباب اللي هم في سنة رابعة بالتحديد، عشان يبقى على دراية ووعي بسوق العمل فيه إيه. إيه المطلوب إن الدورات اللي هو ياخدها عشان يربطها بنوع التخصص، لأن في فرق بين الخبرة التعليمية والخبرة التدريبية. وهنا هل انت بقيت جاهز لسوق العمل ولا لا؟ ودي نقطه مهمه جدا ان احنا نيجي. وبعدين خلي بالك برضو البطاله بترتبط بالبعد الثقافي. نعم. يعني مثلا معدل الثقافه والوعي بقيمه العمل في حد ذاته، هل هي بين الذكور والاناث البطاله واحد؟ يعني احنا وصلنا دلوقتي لمعدل حلو جدا 7%، وده معناها ان الدوله هناك جهود يعني ممتازه جدا في القضاء على البطاله واستغلال قدرات طبعا نسبه طفره كل المنضمين الى سوق العمل. هل هم نسبه البطاله دي 700 كم من الذكور وكم من الاناث؟ ومن سن يقول لك يعني انخفاض نسبه المشاركين في سوق العمل من الاناث في سن من سن 14 ل 45. طب ليه؟ على سبيل المثال البعد الثقافي بيلعب دور مهم جدا، رغم ان هنا اصبحت هناك مشاركات من المراه في سوق العمل ولكن لا زال هناك بعد ثقافي على سبيل المثال. طب يعني عفوا للمقاطعة، لكن عايزة برضو أبص نظرة أشمل وأستغل وجود حضرتك معنا وبحكم خبرة حضرتك وتخصصك في علم الاجتماع السياسي. الدولة قضت على العشوائيات، ويعني إلى أي مدى ده كان في صورة متكاملة، تعليم، تحسين نوعية حياة، هل ده أثر على يعني فهم العمل بالنسبة للشباب، يعني نظرتهم للعمل؟ أكيد. شوفي، تحسين جودة الحياة بشكل عام ينعكس على سلوك الإنسان وفكره ووعيه. وهنا أما أجي لو أنا مثلا أما أروح المناطق العشوائية، لو أنا عملت كده إحصائيات ودراسات استطلاعية لنوعية المهن والحرف أو نوعية العمل اللي الناس دي بتشتغلوا إيه وجودته، يعني وجودته وقدرته على المشاركه في برامج الدوله للتنميه، ومرتبط بشكل ايجابي ولا سلبي. في المناطق ثقافه العشوائيات وثقافه الفقر هي ثقافه بتبقى متعصله، يعني زي ما بقولوا بيئيا وثقافيا لدى الشخص حتى لو كان متعلم. ودي خطيره جدا. وهنا تيجي بقى نقطه الانحراف والجريمه والقتل والسرقه والاغتصاب بغض النظر عن مستوى التعليم. بغض النظر عن مستوى التعليم اللي هو متعلمه. ولذلك اخطر انواع الجرائم اللي المتعلم بيرتكبها لو كان هذا المتعلم غير واعي وغير مثقف وموجود في بيئه غير مواكبه وغير ايجابيه. لان هو مستواه والكواليتي بتاعته والنوعيه، وان هو هياخد بايد مجتمعه ويساعد في معدل التنميه امتى؟ لو كان هنا يحمل القيم الخاصه بيه عمل على سبيل المثال. وذلك البطاله هنا تأثيرها، لأن ما أقدرش أتكلم عن البطالة في علاقتها بالفقر على سبيل المثال. وهنا نسبة الفقر ويعني وصلنا لها الكام؟ طب النهارده الدولة في جهود كبيرة جدا، وأصبح أيضا في انخفاض في معدل طبعًا الفقر. طبعا هي الاهتمام الأول. الاهتمام الأول، لأن الفقر بيرتبط بيه سلوكيات فيها انحراف وفيها جريمة وفيها اغتصاب وفيها قتل وفيها فاقد في الاستثمار البشري في النهاية. واخد بالك؟ فهنا معدل الجريمة والانحراف والاقتصاد والفقر فاقد في الاستثمار البشري، وهنا التنمية المستدامة اللي انا يعني اصل هو البشر هو اللي بيعمل التنمية. والتنمية المستدامة معناها ان انا يبقى عندي معدل متوافق في الحفاظ على الصفات النوعية للسكان على حسب التخصصات وحسب النوع بتاعه، بحيث يبقى المشاركة في برامج التنمية مستدامة. اقدر انا بقى لما تيجي الدولة بتعمل برامج النهارده، يعني احنا عندنا في مجال التطوير العقاري ما شاء الله، انما هنا في مجال الاستثمار الزراعي على سبيل المثال والدوله عندها خطه في التنميه لمده 3 مليون فدان، هل الخريجين كلهم في نوعيه اللي يخدم على الجزئيه الخاصه بتاعه تطوير تنميه مساحات وتزيد مساحات الارض الزراعيه على سبيل المثال؟ برامج خطط التعدين، المصانع اللي الدوله عايزه تعملها فيما يتعلق النهارده بنصدر بعض الاحيان مواد خام بقيمه متدنيه جدا. طب انت لو عاملنا رفعت الكواليتي بتاعه المواد الخام ديت وعملتها صناعات والاحتياجات المحليه والعالميه والاقليميه، الفرق هنا هيبقى كبير جدا. طب نوعيه بقى هنا الكفاءه،
هل الطاقة البشرية في إطار الجهود التنمية المستدامة جاهزة عندي ولا عايزة تدريب وعايزة خبرات حتى لو كان متعلم يبقى محتاج برامج تدريب. ولذلك هنا الأكاديمية الخاصة بالتدريب اللي الدولة عملتها أنا شايف إن لها دور مهم جدا في المرحلة الحالية. عايزة سؤال أخير من حضرتك، تأثير هذه الطفرة من في انخفاض نسبة البطالة اللي هو بنعتبره إنجاز مصري أصيل للقيادة السياسية على الانتماء والولاء للدولة، خاصة وإن يعني إحنا دلوقتي شايفين العالم مشتعل من حولنا حفظ الله مصر. شوفي في حاجة بسموها قضايا الاستقرار والتكامل السياسي والاجتماعي. نقطة الأمن له أبعاد اجتماعية ونفسية، تحقيق الأمن للمواطن. يعني أنا لما أجي النهاردة أشوف الشباب الموجود في جمهورية مصر، هو الشباب الموجود بيسافر من جمهورية مصر العربية، أما بيجي بيسافر بياخدوه ليه؟ هو في دولة هتاخد شاب غير قادر وغير مش هيقدر يشارك في سوق العمل عندها؟ لازم هيبقى جاهز. قد يكون سياسات التعليم فيها بعض القصور في بعض الجوانب، ولكن اما بيطلع الخريج بمستوى معين من التعليم وتخصصه مناسب بيتم توصيفه محليا واقليميا ودوليا بما يخدم سياسات التنميه للبلد بتاعته. يعني الراجل المهاجر ده والمسافر قد يكون بينفصل جسديا ولكنه لا يستطيع ان ينفصل في الواقع عن اسرته ومشارك في تنميتها. على المستوى الداخلي النهارده، هل قضايا الامن وقضايا الجريمه والانحراف وعدم الاستقرار الاجتماعي زي هل معدلات بتاعتها انخفضت ولا لا؟ انت شايف الدوله المصريه بجهود الدوله طبعًا. في توفير الحاجه للامن الاجتماعي، وانا بتكلم عن الامن الاجتماعي والسياسي هنا. هاخد هو ده الهدف الاساسي، الامن الاجتماعي هو ده الهدف قبل الانجاز الاقتصادي. بشكر ضيفي الاستاذ الدكتور جمال أبو شنب، أستاذ علم الاجتماع السياسي جامعة حلوان، كنت معنا هاتفيا. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. عودة لضيفي الأستاذ الدكتور أحمد هارون، مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. وكنا قبل أنا بتهيألي هو يعني حديث دكتور جمال أبو شنب طبعا يعني كان مكمل لكلام حضرتك معنا. لكن أيضا عايزة ألقي نكمل النقطة اللي كنا بنتكلم فيها عن المشاريع القومية. خليني برضو ألقي الضوء على فكرة المحافظات التي كانت طاردة للعمالة وأصبحت الآن جاذبة بحكم الظهير اللي اتعمل لها المشروعات الكبيرة، خلينا نقول دمياط الجديدة، الروبيكي. يعني عند حضرتك الحديث. انا اعتقد ان الملف ده يعني ملف مهم جدا لانه ليه عده جوانب كثيره. الجانب الاولاني ان الناتج القومي المصري محتاجين ان احنا ندفعه دفعه قويه، وده هيتم من خلال الصناعه. دي واحد. النقطه الثانيه ان المجمعات الصناعيه دي كانت تمثل مشكله بالنسبه لمن يريد ان يستثمر في القطاع الصناعي. كان يحصل على الارض ثم المباني ثم الانشاءات ثم الالات والمعدات ثم الاجهزه، فتقوم الدوله الان بعمل مجمعات صناعيه، اظن حوالي 13 مجمع صناعي في 13 محافظه. هذه المجمعات هي مجمعات نوعيه متخصصه، فتكون النتيجه ان رجل الاعمال ياتي يجد مصنع مرفق ومرخص. فالدولة وفرت عليه يعني الحقيقة مساحة كبيرة جدا. ثم يبدأ يستثمر في الايه؟ الالات والمعدات والخامات وكده. انما والرخصة الذهبية يا دكتور مش عايزين الرخصة الذهبية دي معناها 22 معاملة ورخصة هو بياخدها في لحظة واحدة. منها رخصة المباني. يعني الرخصة الذهبية تشمل رخصة المباني وترخيص التشغيل ثم اعفاء من الجمارك. فلنا نرجع تاني للمجمعات الصناعية. كانت مهمة جدا 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 جدا، اولا لانها متخصصه. هذا مجمع صناعي للاخشاب، هذا مجمع صناعي للجلود، هذا مجمع صناعي للادويه، هذا مجمع صناعي للاجهزه الكهربائيه. هذه المجمعات وفرت وقت كثير جدا على كل رجال الاعمال. انما بدل ما اديله ارض ثم يبحث عن ترفيق الارض وبناء الارض وتجهيز المصنع تاخد وقت كتير واستثمارات كثيره جدا. الدوله عملت مجمعات صناعيه مرفقه
وجزء من هذه المصانع مرخص، زي مثلا الموجود في مدينة السادات بيستلم المصنع وهو مرخص، فطبعا ده استوعب عمالة كبيرة جدا، سهل عملية الاستثمار الصناعي، عملت نوع من الحماية، أضافت منتجات صناعية جديدة حتى يمكن ان احنا نخفض من فاتورة الواردات. وبالتالي انا اعتقد ان ملف يعني ممتاز جدا، وهو ملف جزء من التنمية المستدامة اللي الدولة لم تتوقف عند نقطة معينة، بل هتكمل في هذا الاتجاه ان شاء الله. طيب، يعني ده فيما يتعلق بالميجا بروجكت او الاستثمارات الكبيره والصناعات الكبيره، لكن الاقتصاد لا يقوم فقط على ده، هناك ايضا المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. ازاي دوله دعمت ده خاصه وان النموذج مثلا نحن نقول في اقتصادات كبيره الان في العالم، النمور الاسيويه قامت على الصناعات الصغيره. احنا فين من ده، وايه الدعم اللي بياخده المستثمر الصغير؟ شوفي، هو في موضوعات كثيره منها جزء من التشريع او القانون. يعني احنا عندنا اكتر من قانون يتناولوا هذا الموضوع، منها قانون 152 لسنه 2020. هذا القانون مهم جدا، يعني هو بيعالج قضية المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. لا، فهمنا بالراحة يا دكتور. بعد اذنك، شوفي، هو القانون ده من المعروف تاريخيا ان هناك نوع من الاشكاليه دلوقتي بين مصلحه الضرائب في المحاسبه الضريبيه مع المنشات والشركات. لما يكون شركات كبيره او مصانع كبيره غالبا بيقدروا يوصلوا لحلول. المنشات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر كان دايما عندها يعني ايه، يعني الدوله مش عايزه نعكسهم كويس. فكان القرار ايه، من كان حجم الاعمال بتاعه يصل لواحد مليون احنا ناخد منه 1000 جنيه فقط محاسبة ضريبية كل سنة. طب اذا كان حجم الاعمال بتاعه يوصل لتلاتة مليون الدولة تاخد منه 2500. طب اذا كان حجم الاعمال يوصل لحد 10 مليون جنيه الدولة تاخد 1% من حجم الاعمال، ويلا امشي، لا محاسبة ضريبية ولا مشاكل ولا حاجة. فطبعا ده قانون انا شايف انه هو قانون ممتاز جدا يخدمه. ده واحد. النقطة الثانية ان هناك اتجاه ضمني ربما لا يكون بتشريع او بقانون، انما اتجاه ان كل المنشآت الصغيرة ومتناهيات الصغر لا تحاسب ضريبيا لمدة 5 سنوات. بطريقة اوتوماتيكية. يعني ليس هناك تشريع مكتوب بالنص كده، لكن هو ده حاجة متعارف عليه، بمعنى ان وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب او مصلحة الضرائب ممثلة لوزارة المالية عاملة نوع من الفئات او الشرايح للمصانع والشركات في مصر. دول فئة أولى، دول تانية، دول تالتة، دول رابعة. الفئة الأخيرة اللي هي المنشآت الصغيرة ومتناهيات الصغر غالبا بيقولوا احنا هناخد منه ايه؟ يعني هي النظرية او الفلسفة كده، انت تاخد منه ايه يعني؟ هتفضل تحاسبه ضريبيا وتضيع وقتك معاه ليه؟ سيبه يعيش حياته خلاص. ويتم الاهتمام بالمنشآت الكبيرة اللي هي في الحقيقة أكثر انتظام. فده أول قانون. القانون الثاني قانون 72 لسنة 2017. القانون ده برضه قانون مهم جدا لأنه تناول شوية حاجات كده. اولا تخفيض الرسوم بتاع انشاء الشركات. اثنين، قال كل المنشآت اللي تنشا في الصعيد تعفى ضريبيا 10 سنين. كل المنشآت اللي تنشا في سيناء تعفى 10 سنين. ثم اقامت الدوله بانشاء الهيئه العامه للاستثمار، ودي مكاتب بتساعد يعني المستثمرين. عملت حوالي 7 اماكن، منها 1 في سيناء، 2 في القاهره، 1 في اسكندريه. لتقديم دراسات الجدوى ولا ايه الهدف؟ لا، دي بقى بتعمل حاجات كثيره جدا. اولا تاسيس الشركات في الهيئه العامه للاستثمار. لو هناك اشكاليه بين مستثمرين كبار وبين جهات حكوميه التامينات والضرائب، يمكن ان يلجا لهيئه الاستثمار اللي تعمل زي لجنه فض منازعات او بينهم. الهيئه العامه للاستثمار تقدم اراضي للمستثمرين، اراضي صناعيه، وتقدم اراضي زراعيه داخل للمستثمرين. داخل فيها مبادره ابدا يا دكتور؟ شوفي، داخل فيها مبادره. يعني هي الحقيقه برضو يعني انا موافق على الكلام ده، ان يبقى في اكتر من محور ده بيقدم بطريقه معينه وده بيقدم بطريقه معينه. يعني وزاره الزراعه عندها برنامج ايضا تقديم اراضي زراعيه مستصلح. وزاره الصناعه عندها برنامج كبير جدا لتقديم المصانع. وهيئه الاستثمار ايضا بتقدم. ومبادره ابدا دي، مبادرة ابدأ دي بتقدم اساسا، بتقدم الفلوس وتقدم التدريب وتقدم التمويل وتقدم المعارض عشان الناس تخرج متكاملة. لان كان احد المشكلات الكبيرة جدا اللي تواجه الصناعات الصغيرة والكده ومتناهيات الصغر، انه حتى لما بينتج ما عندوش الآلية بتاع التسويق. فكانت فكرة مبادرة ابدأ ان انا اقدم لك تمويل
وان انا كمان اساعدك في تسويق المنتجات عن طريق اقامه المعارض. طب دورها ايه في دمج الاقتصاد الغير رسمي؟ احنا بنقول مراكز الرصد عندها اشكاليه، ازاي المنظومه تكتمل بقى دمج الاقتصاد الغير رسمي يتبعه الرقابه؟ نعم. على المنتج اللي يخلينا نبطل استيراد. نعم. ونبقى مصدرين. هذه الدائره. سؤال ممتاز جدا. اولا يعني ايه الاقتصاد غير الرسمي؟ نعم. او الموازي. انت بتتكلم على قد ايه؟ انت بتتكلم على 40% من اقتصاد الدوله كله في المنطقه دي. 40%. هذا رقم كبير جدا. يعني اتنين، انت بتتكلم على 2.5 مليون شركه او مؤسسه او مصنع او ورشه، يعني رقم معتبر جدا. انت بتتكلم بقى على فئه كبيره جدا لا تخضع لمنظومه التامينات الاجتماعيه في مصر، ولا تخضع لمنظومه الضرائب، ولا يمكن قياس العماله فيها. يعني ممكن العاملين في المؤسسات دي يبقوا محسوبين عند الدولة عند انها بطالة. نعم. وهو ده مش شيء احنا مش شايفينه يعني. نعم. طيب كيف يتم نقل 40% من الاقتصاد من بره لجوه؟ كيف يتم النقل 2.5 مليون منشأة من بره لجوه؟ والرقابة يا دكتور يعني دي جزئية هامة. لازم يكون بقرار وزاري واضح. يعني ليس بالأمانة ولا الأمنيات ولا الرغبة ولا الحب ولا الكلام ده خالص. نوعية ما لم يكن قرار وزاري نوعية صريح. القرار هقول حضرتك من وزارة المالية ان يا جماعة تعالوا خد الابليكيشن ده، الورقة دي املاها، اكتب اسمك ورقم القومي بتاعك والنشاط اللي انت وعدد العمال اللي عندك وحجم الاعمال اللي عندك ورأس المال، وتعالى قدمه في وزارة المالية واحنا هنديك سجل تجاري مجانا، هنديك بطاقة ضريبية مجانا، هنديك اعفاء عما سبق، اعفاء ضريبي عما سبق، هنفتح لك ملف تأمينات مباشرة هنا فقط. الجماعة دول هيجوا مباشرة، انما ان احنا نعمل لهم تفتيش او رقابة او بتاع الصحة يجيله وبتاع مش عارف الامن الصناعي يجيله وبتاع التأمينات يجيله، مخالفة. تغيير ثقافة العمل لدى يعني المشروعات لدى والضرائب لدى الدولة، وتغيير ثقافة العمل لدى الشباب. انت شوفي حضرتك سألت سؤال يعني محدد. كيف ننقل 2.5 مليون شركة من برا لجوه؟ كيف ننقل 40% من اقتصاد الدولة من برا لجوه؟ وانا قلت لحضرتك في دقيقة عايزة ملخص لكل اللي احنا قلناه ده يا دكتور. كويس. في دقيقة. ان موضوع البطالة مرتبط بالعمالة، وان العمالة دي عملية مستدامة، يعني كل سنة هيخرج لك في زيادة سكانية يا دكتور. في زيادة سكانية وفي كده، وبالتالي الدولة هتبذل قصارى جهدها. لكن على الجانب الاخر، وانا ده رأي مهم جدا، ان احنا نشجع فكرة العمل الحر والقطاع الخاص، ونشجع الشباب ان ابدأ النهاردة بدل ما تدور على مرتب ثابت محدد وبعد كده تتكلم على التضخم وارتفاع الاسعار. لا، انت خليك عمل حر وخليك تسويق حر وهيكون افضل لك وهيكون احسن لك، وهذا العمل سينمو ويمكن توريثه الى الاجيال القادمة. الوظيفة لا تورث. يعني ليس لدي أفضل من يعني لا ختام أفضل مما ذكره ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. شكرا جزيلا وجود حضرتك معنا. بشكر فريق عمل حوار اليوم، وشكر موصول لكل من تابعنا. شكرا لكم.